అటెండ్. دلوقتي يا جماعة هنعمل الديمو بتاع الاندايركت ريتينر. هنبتدي نتكلم مع بعض في كل ديزاين ايه الاندايركت ريتينر بتاعنا. هنمسك اول حاجة هذا الديزاين عندنا ده يعتبر كينيدي كلاس 2 موديفيكيشن 1. اول حاجة في الاندايركت ريتينر يا جماعة انا بحدد اول حاجة الاكسس اوف روتيشن بتاعي. اي كيس فيها فري اند سادل هنعتبر انها تحتاج اندايركت تنشن عشان بيحصل فيها روتيشن حوالين فالكم لاين او اكسس لاين معين. الاكسس لاين هنحدده ازاي؟ الموست بوستيريور او الموست برنسبل ريست بتاعتنا هي هتبقى الريست مينلي دي والريست دي، فهو ده هيبقى الاكسس اوف روتيشن بتاعنا. هيحصل حوالين هذا الاكسس اوف روتيشن موفمنت اوكي تيشو اواي من السادل هنا، بالتالي هيحصل هنا تيشو وورد. ايه اللي هيمنع التيشو وورد هنا؟ اي حاجه موجوده على هوريزونتال سيرفيس اوكي هتعتبر هنسميها اندايركت ريتينر. زي ايه؟ زي الاوكلوزو ديستال ريست بتاعت البريمولر، فهي اوريدي موجوده عندي كاندايركت ريتينر. يبقى في هذا الديزاين انا مش هحتاج ازود اندايركت ريتينر عشان انا عندي الريست الاوكلوزو ديستال بتاعه الايكر كلاس اللي على البريمولر هتعتبر عندي اندايركت ريتينر. هنمسك بعد كده الديزاين الثاني اللي بعديه ده اللور، ده يعتبر كلاس 2 موديفيكيشن 2. لو جيت بنفس المنطلق وحددت الفالكم لاين بتاعي اوكي فين الفالكم لاين؟ فين الموست بوستيريور ريست بتاعتي؟ هتبقى ريست الميزيال بتاعه البريمولر او بتاعه الفايف وريست الميزيال بتاعه المولر، ومتعامل عليها الاكسس اوف روتيشن كده، وحصل موفمنت في السادل تيشو اواي. ايه اللي هيمنع الموفمنت دي الناحيه الثانيه؟ هشوف ايه ابعد بوينت عن الفالكم لاين. مين اللي غالبا بتبقى من نص الفالكم لاين بعمل لاين بيربنديكولر، بشوف ايه السنان اللي بتقابلني، بتبقى هو ده الاندايركت ريتنشن او المور افيشنت اندايركت ريتنشن، اللي هو ايه؟ غالبا السنجلم اللي على الكناين، ممكن الميزيال والديستال ريست اللي على الايه؟ الباير اباتمنت بتاعتي. دول يعتبروا اندايركت ريتينر، بس مين الموست افيشنت اندايركت ريتنشن؟ هو اللي على الكناين. طبعا كل ما كان التيوس فيها هوريزونتال سيرفيس كتير زي بريمولر او مولر هتبقى اكت كاندايركت ريتنشن مور افيشنت عن الكناين اللي هي عليها انكلايند بلين. يبقى هنا الاندايركت ريتنشن بتاعي هنا يعتبر موجود ويعتبر عندي جاهز. برضو ابتدي اخش على الديزاين اللي بعد كده، ده كينيدي كلاس 1. فين الفالكم لاين بتاعي؟ برضو الموست بوستيريور ريست، انا هنا ما عنديش غير 2 ريست، اللي انا لو حطيت كده هيبقى هو ده الاندايركت ريتينر بتاعي. لو جيت اعمل تيست الروتيشن هتحصل ازاي؟ هتحصل تيشو اواي، السادل هتطلع من مكانها لورا بالافكت بتاع، عشان ده ابر هيبقى بالافكت بتاع الجرافيتي او بالستيكي فود، هيحصل موفمنت كده. في حاجه منعاه قدام الفالكم لاين؟ لا. يبقى انا ابتدي افكر ان انا احط اندايركت ريتينر انتيريور تو ذا فالكم لاين. ايه ابعد بوينت عن الفالكم لاين؟ التو سنترالز. يبقى انا ممكن احط ريستس او انسايزر ريست على السنترالز، هيبقى شكلهم ميكانيكالي واثاتيكالي نوت اكسبتبل. ابتدي اشوف اللاترالز؟ لا طبعا. ابتدي اشوف الكناين، ما دام انا مش هحط اندايركت ريتينر ابعد بوينت عن الفالكم لاين اللي هي مور افيشنت، يبقى لما اجي اقرب من الفالكم لاين لازم احط الاندايركت ريتينر بتاعي باي لاترال. احطه فين باي لاترال؟ تقريبا هيبقى من نفس الماينر كونكتور، هطلع سنجل ريست على الكناين هنا، هرسمها الاول كده وبعد كده هقوم مزودها في الديزاين بتاعي. استخدم اني واكس؟ الواكس بتاع الواي شيب دي اوكي، ممكن احط واحده كده وواحده كده من نفس الماينور كونكتور بحيث يبقى مور سمبل ديزاين بهذا المنظر. يبقى انا كده عندي الريست دي هي فالكم لاين، واللي قدامها ده الاندايركت ريتينر. برضه هياخد حته ثانيه من الواي واقوم اظبطها هنا برضو بنفس الطريقه، الزقها في الماينور كونكتور اللي موجود عندي هنا. طبعا الجزء ده يا جماعه اللي نازل ده اسمه ماينور كونكتور، هو ده اللي بيوصل الريست دي والاندايكتينر ان شاء الله بعد كده بالميجر كونكتور اللي هو بيكونكت كل حاجه ببعض. يبقى انا هنا عملت اثنين سنجلم ريست بياكت كهما الاثنين كاندايركت
ريتينر في هذا الديزاين. تمام؟ ده انا زودت عليه. ابتدي اشوف الديزاين اللي بعد كده، ده لوور كلاس 1 برضه نفس القصه. لما اجي اعمله زي ما عملت في الابر كلاس 1 هزود برضو عليه سنجل ماست على الكناين، عشان لو اعتبرت ان ده الفالكم لاين هيحصل برضو موفمنت بس بالافكت بتاع ايه؟ بتاع الستيكي فود، عشان دي لور. برضو احط ان ده كتير المفروض لو مود افيشنت هيتحط عند التو سنترز، برضو ميكانيكالي اند اثاتيكالي ان اكسبتبل، فبالتالي بقوم عامله على الكناين باي لاترال. ازاي؟ بنفس الطريقه باخد برضو حته من الواي بتاعت الريست بتاعتي، او حته بتاعت من الواي بتاعت الريتينر اللي عندي هنا، وبيبقى عندي هنا بيسموها سنجل ماست، او ممكن بنسميها كمان كناين اكستنشن. حطيتها على التو كناينز. واحده من هنا والثانيه من هنا. ده المنظر بتاعي يا جماعه. بيبقى كده انا كملت غايه الاندايركت ريتينر. دي حاله محتاجه اندايركت ريتينر. ليه؟ عشان كل ما اكون موجود عندي فري اند سادل كل ما اكون محتاج اكتر اندايركت ريتينر، عشان بيحصل روتيشن في الكيس اللي زي كده. هاجي بعد كده اخش على الكيس بتاعت دي. لو قلنا ايه الكلاسيفيكيشن بتاعها، تبقى كينيدي كلاس 2 يونيلاترال فري اند سادل. طيب انا عندي هنا كروس ارش ستابلايزيشن، عندي هنا دبل ايكر، وعندي هنا سنجلم. فين الفالكرم لاين بتاعي؟ الفالكرم لاين بتاعي هو الموست بوستيريور ريست، يعني الاوكلوزو ديست اوكلوزو ميزيال بتاعت الابر 6 هنا للسنجلم بتاعتي. فهتبقى هي دي الريست من عندها، اعمل فالكرم لاين لغايه السنجلم، فهو هيبقى الفالكرم لاين كده. هيحصل روتيشن كده. ايه ابعد بوينت عن الفالكرم لاين هنا، او ايه ابعد حاجه؟ لو طلعت 90 ديجري هنا هقابل الكناين. هل الكناين السيرفيس بتاعته تسمح ان يديني افيشنت اندايركت تنشن؟ لا. ايه اللي اقرب شويه واحسن من يعني احسن من الكناين كسيرفيس؟ هو البريمولر. فكده انا هعمل على الاوكلوزوميزيال بتاع الفور، يعني هعمل ريست اوكلوزوميزيال على الفور. طيب هعملها ازاي؟ هاجي بالواكس ده هعمل الماينر كونكتور بتاعي من هنا، طبعا يبقى في الامبريجر ما بين السنتين، وبعدين هقوم عامل الواكس بتاعي، عامل زي حته هنا كده، عامل شكل الريست بتاعتي بالواكس. هدوس عليها كده يبقى شكل الريست اتعمل عندي. سو سيمبل يا جماعه. ده الماينر كونكتور، ودي الريست بتاعتي، وبديها شكل rounded triangular in shape زي ما عملنا قبل كده. الريست برضه الريست بيبقى شكلها rounded triangular in shape. يبقى ده الاندايركت ريتينر بتاعي. جيت قمت عامل الفالكم لاين بتاعي اهو، اوكي، واما بيحصل روتيشن هنا ايه اللي هيمنع روتيشن الناحيه الثانيه؟ هو الاندايركت ريتينر ده. ممكن كمان اللي اكت كاندايركت ريتينر هو الاوكلوزو ديستال ريست بتاعت الفايف اللي هي دي، بس اتس نوت افيشنت از this indirect retainer. كده انا ببقى جاهز ان انا اوصل الحاجات دي كلها ببعض بايه؟ بالميجر كونكتور. اخر ديزاين عندنا هو كينيدي كلاس 4. احنا عملنا posterior extension باتنين دبل ايكر في البوستيريور، اوكي. هبتدي احدد فين الفالكم لاين بتاعي، اوكي. فين الفالكم لاين بتاعي؟ هنا طبعا احنا بنتكلم على عكس كلاس 1، فهنحصل لو حصل روتيشن هيحصل الروتيشن من الانتيريور ابورد، فبحتاج حاجه الاندايركت ريتينر بتاعي هيبقى بوستيريورلي. فانا لما اجي اختار بشوف فين الموست بوستيريور ريست بتاعتي، هو ده برضه الفالكم لاين بتاعي، اوكي. وعلى اساسه ما بيحصل موفمنت كده، ايه اللي بيمنع الاندايركت او ايه اللي بيمنع الموفمنت بوستيريورلي؟ احط الاندايركت تنشن بتاعي بوستيريور. كل ما الدايركت تنشن بتاعي يرجع مور بوستيريور كل ما بقى مور افيشنت. هنعتبر هي دي الفورس ارم ودي ريزيستنس ارم. كل ما ابعد عن الفالكم لاين بتاعي ورا واعمل ريزيستنس او اعمل ريست، اوكي، كل ما الدايركت تنشن بتاعي يبقى احسن.
طبعا هنا هنعمل فين الاندايل كتينر بتاعنا؟ الاندايل كتينر بتاعنا يا جماعه بنعمله على الديستل بتاع السكس من هنا وعلى الديستل بتاع السكس من هنا. هنعتبرها ازاي يا جماعه؟ هنعتبر البريسنج ارم اللي هنا دي كانها ماينور كونكتور من هنا ومن هنا، وهنا حاطين ريست على الديستل بتاع 6، ده اللي بيأكت كايه؟ هيأكت كاندايركت ريتينر. طبعا ده عكس اللي فات، احنا كنا بنتكلم على الاندايركت ريتينر دايما انتيريور للفالكم لاين، في كلاس 4 الاندايركت ريتينر بتاعي هيكون بوستيريور للفالكم لاين. ثانية واحدة، احنا كده محتاجين ان احنا نعمل كارفينج بس للريست دي عشان تاخد الشكل راوند تريانجل. اوكي، هو ده الاندايركت ريتينر بتاعنا، هنوصله طبعا بهذه البريسنج ارم بتاعنا. هاجي اقوم عامل كارفينج شويه هنا، وكارفينج من هنا، ده شكل الديزاين بتاعي يا جماعه. ماشي، هنا انا عندي دبل ايكر، وهنا في ماينور كونكتور من هنا وماينور كونكتور من هنا. اوكي، طبعا ده كينيدي كلاس 4 مانديبولر كينيدي كلاس 4، ده السبورت بتاعي، ده الفالكم لاين بتاعي. لما نيجي اتكلم ده الفالكم لاين بتاعي، الفالكم لاين بتاعي يا جماعه هيبقى الاندايكتينر بوستيرير لي في كلاس 4 على عكس بقيه الايه بقيت الديزاينز. فبعتبر ان البريسنج ارم بتاعي بتاع الدبل ايكر ده كانه ماينور كونكتور وبيشيل لي ريست ديستال لل6. وهنا كل ما السبيس الانتيريور بتاع ده، يعني لما الكناين عندي هنا ميسنج، كل ما هرجع بالدبل ايكر مود ورا والاندايركتينر هيرجع معايا كمان مود بوستيرير.